اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم مو شوية، حتى أهله عادوه وضحكوا عليه وقالوا عنه كلام ما ينقال. بس شنو بالنهاية؟ إنك كلنا نتبع وسيرته لليوم تنذكر. يعني العبرة بالنهاية، دائما حط الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته والصحابة والأنبياء اللي قبله قدام عينك. مصايبنا ومشاكلنا هذه ما تي شيء من اللي ما شافوه. الدنيا دوارة، باكر بيون ويعتذرون منك، وحقك بتاخذينه لو مو بالدنيا بالآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى ما ينسى عبده. أبيش تعتبريني مثل أختك، وأي مشكلة تصير لك تجيني.